السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من قناة جو كوميونيكتيفي إلى جميع الأعضاء والمحبين لهذه القناة، إذا خصوصا تلاميذ ذو الجدول المشتركة للتعليم الثانوي وتأهيلي جد العلوم وجد التكنولوجيا. أقدم لكم في رحاب الرياضيات حصة جديدة متجددة عبر هذه القناة. إذا اليوم سوف نتطرق إلى تتمة ديال الفصل الخامس ثالثا المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد. في السابق قمنا بتعريف المعادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، وكذلك قمنا بتعريف الشكل القانوني لثلاثية الحدود اكس زائد بإكس زائد سي. اليوم سوف نقدم لكم تتمة ديال هذه الحصة هذه، ابقوا معنا. الشكل القانوني لثلاثية الحدود. في هذا التمرين سوف نتعرف على الكيفية الحصول على الشكل القانوني لثلاثية الحدود bx تساوي 2x 6 زائد 6x زائد 15 ثم 2x 6 زائد 5x. إذن إليكم الفيديو الذي يوضح بشكل جلي هذه العملية، إليكم الفيديو الآن. لكي أفهم الدرس، الشكل القانوني لثلاثية الحدود AX زائد BX زائد C. لنحدد الشكل القانوني لثلاثية الحدود، لدينا معادلتين الشكل التالي: BX تساوي 2X أس 2 زائد 6X زائد 15 ثم QX تساوي 2X أس 2 زائد 5X. إذن الشكل القانوني يكتب على الشكل التالي: AX زائد B على 2Z الكل أس 2 ناقص بي وكاري ناقص 4 أس على 4 أو أس 2. إذن هذه هي الصيغة أو الشكل العام ديال الشكل القانوني لأي ثلاثية الحدود. إذن يمكن التطبيق على الشكل التالي: لدينا أ تساوي 2، لاحظوا جيدا 2 إكس أس 2، إذن أ يساوي 2، 2 إكس أس 2 أ يساوي 2، ثم بي يساوي 6، 6 إكس، ثم سي يساوي 15، 15. إذن تطبيق عددي 2x زائد 6 على 4 الكل أس 2 ناقص 6 أس 2 ناقص 4 في 2 15 في 4 أس 2، هذه تطبيق عددي. إذن نحصل على 2x زائد 3 الكل أس 2، 2x زائد 3 الكل أس 2 ناقص 36 ناقص 120 في 16، لاحظوا جيدا 2x زائد 3 الكل أس 2 ناقص 84 على 16 يساوي، لاحظوا بعد الاختزال وتغيير إشارة تساوي 2x زائد 3 الكل أس 2، 2x زائد 3 على 2 الكل أس 2 زائد 21 على 4. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة للحصول على ثلاثية الحدود. لاحظوا جيدا منذ البداية لقد طبقنا التطبيق العددي، لأن أ تساوي 2 من خلال المعادلة، ب تساوي 6 من خلال المعادلة، ثم س تساوي 15 من خلال المعادلة، ثم قمنا بتطبيق العددي، وفي الأخير حصلنا على الشكل القانوني 2x زائد 3 الكل أس 2 2x زائد 3 على 2 الكل أس 2 زائد 21 على 4. هذا هو الشكل القانوني ديال المعادلة 2x زائد 6x زائد 15. لاحظوا جيدا 2x زائد 5x زائد 6x زائد 15 يساوي 2x زائد 3 على كل اس 2 زائد 21 على 4. إذن الشكل القانوني لثلاثية الحدود 2x زائد 6x زائد 15. ثم ننتقل إلى المعادلة الثانية، لاحظوا جيدا إذن 2x زائد 5x زائد 0 على 0 سي، إذن أ يساوي 2، ب يساوي 5، و سي يساوي 0. إذن أx زائد ب على 2z الكل أس 2 ناقص ب وكاري ناقص 4 سي على 4 أس 2. تطبيق عددي، لدينا 2x زائد 5 على 4 الكل أس 2 ناقص 25 ناقص 0 على 16 يعطينا الشكل 2x زائد 5 على 4 الكل أس 2 ناقص 25 على 16. لاحظوا جيدا الطريقة. إذن
que x تساوي 2x 2x اس 2 زائد 5x يساوي 2x زائد 5 على 4 على الكل اس 2 ناقص 25 على 16. إذن يسمى هذا الطريقة هذه تسمى الشكل القانوني لثلاثية الحدود كو x تساوي 2x زائد 5x. إذن لقد فهمتم جيدا طريقة الحصول على الشكل القانوني تطبيق العلاقة التالية. تطبيق العلاقة التالية ax زائد b أس 2 ax زائد b على 2 أس 2 ناقص b وكاري ناقص 4 على 7 أس 2. إذن هنا حصلنا على 2x زائد 3 على كل أس 2 2x زائد 3 على 2 لكل اس 2 زائد 21 على 4. في المثال الثاني حصلنا على 2x زائد 5 على 4 لكل اس 2 ناقص 25 على 16. الآن سوف نتمرن على حساب مميز ثلاثية الحدود دلتا. لنحسب مميز ثلاثية الحدود بx في كل حالة. لدينا 4x و 2 ناقص 6x زائد 9 و 40 في الحالة الأولى. 4x و 2 ناقص 6x زائد 9 على 4 في الحالة الأولى. في الحالة الثانية لدينا ناقص x و 2 زائد 3x زائد 5. في الحالة الثالثة لدينا جد مربع 3x و 2 زائد x زائد جد مربع 2. إذن المطلوب هو حساب مميز ثلاثية الحدود بx في كل حالة. لاحظوا جيدا هذه. إذا حصلنا في الأخير على 0، حصلنا في الأخير على 29، حصلنا في الأخير على 1 ناقص 4 جد مربع 6. إذن ما هي الطريقة إذن للحصول على هذه النتائج؟ لنتتبع الفيديو الخاص حساب مميز ثلاثية الحدود، هيا بنا. إذن هذا الفيديو سوف يقدم لكم طريقة للحساب مميز ثلاثية الحدود دلتا. حساب مميز ثلاثية الحدود دلتا. دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أس. دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أس. إذن سوف نستخدم هذه الصيغة لكشف عنها في ثلاثية الحدود. هيا بنا نتعرف عن ذلك. إذن لدينا في الأول 4x 2 ناقص 6x زائد 9 على 4، هذه تتسمى ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. إذن أ تساوي 4، لاحظوا جيدا، و ب تساوي ناقص 6 و ست تساوي 9 على 4. هناك تطبيق عددي فقط للقاعدة دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أس. إذن أ تساوي 4 و ب تساوي ناقص 6 و ست تساوي 9 على 4. دلتا تساوي ب أو كاري ناقص 4 أس. إذن يمكن أن نعوض هنا، ناقص 6 أس 2 تعطيني 36. وأربعة في أربعة في تسعة على أربعة بعد الاختزال تصبح أربعة في تسعة هي ستة وثلاثون. إذن ستة وثلاثون ناقص ستة وثلاثون دلتا تساوي الصفر. دلتا تساوي الصفر. وأيضا لدينا المعادلة الثانية، لاحظوا جيدا طريقة الحصول على الدلتا أو مميز المعادلة. لاحظوا جيدا، إذن لدينا ب أو كاري ب إكس تساوي ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 5. إذن دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أس. لاحظوا دائما أتلقى من هذه القاعدة العامة، أ تساوي ناقص 1 و ب تساوي 3 و سي تساوي 5. إذن دلتا تساوي 3 أس 2 ناقص 4 في ناقص 1 في 5 تساوي 9 زائد 4 في 5. 4 في 5 هي 20، 9 زائد 20 هي 29. إذن دلتا تساوي 29، إذن أكبر من الصفر. في الحالة سوف يكون هناك لدينا حلين، الحل الأول والحل الثاني، سوف نتعرف عن ذلك فيما بعد. إذن لدينا أيضا بي دي اكس بي اكس يساوي جذر مربع 3 جذر مربع 3 اكس في 2 زائد اكس زائد جذر مربع 2. إذن دلتا بصفة عامة هي بي 2 ناقص 4 سي. دائما تنطلقوا من القاعدة العامة ديال دلتا بي 2 ناقص 4 سي.
لدينا أ تساوي جذر مربع ثلاثة، وجدنا هنا هذه هي أ أكس تساوي اثنان، إذا جذر مربع ثلاثة أكس تساوي اثنان، ب هي ناقص واحد لأن لدينا غير إكس، إذا واحد موجود هنا. ثم سي تساوي جذر مربع اثنان، تطبيق عددي واحد اثنان، واحد تساوي اثنان ناقص أربعة في جذر مربع ثلاثة في جذر مربع اثنان، إذا جذر مربع ثلاثة في جذر مربع اثنان هي جذر مربع ستة، إذا أربعة في جذر مربع ستة، ثم واحد، واحد ناقص أربعة في جذر مربع ستة، واحد ناقص أربعة في جذر مربع ستة أصغر من صفر، لماذا؟ لأن واحد أصغر من أربعة في جذر مربع ستة، إذا في الحالة دلتا تساوي صفر، إذا المجموعة فارغة، إذا المجموعة فارغة. سوف نتعرف على الحلول، حل مسائل أو حل المعادلات من الدرجة الثانية في فيديو مستقل. إذن هذا الدرس مهم جدا لكم، تحديد مجموعة حلول معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، تحديد مجموعة حلول معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. إذن نعتبر المعادلة التالية ax زدنا زائد bx زائد c تساوي صفر. إذن لدينا بصفة عامة أو الشكل القانوني ديال المعادلة هو الشكل التالي، ax زائد b على دوزا الكل اس اثنان ناقص بي وكاري ناقص اربعة اس على اربعة اس اثنان، هذا ما يسمى الشكل القانوني ديال المعادلة من الدرجة الثانية. لقد درسنا هذا الشكل القانوني سابقا، وبما ان مميز ثلاثية الحدود دلتا تساوي بي اس اثنان ناقص اربعة اس واربعة اس اثنان تساوي جوج ا الكل اس اثنان، فان كنوع من تعويض نعوض دلتا، نعوض الصيغة بهذه الدلتا ثم نعوض الصيغة هذه بهذه الصيغة هذه، أ إكس اثنان زائد بي إكس زائد سي تساوي أ إكس زائد بي دوزا الكل إس اثنان ناقص دلتا على دو أ الكل إس اثنان. إذا الشكل الجديد ديال الشكل القانوني الجديد ديال ثلاثي الحدود على الشكل التالي، بتعويض هنا بي إكس اثنان ناقص ربع أ سي بدلتا، وبتعويض هنا 4 اس 2 ب 2 على كل اس 2 حصلنا على هذه. اذا كانت دلتا، انتبهوا جيدا لهذه الحالات الثلاث، اذا كانت دلتا اصغر من صفر، هذه الدلتا هذه معنى ب وكاري ناقص 4 اس اصغر من صفر، فان ناقص دلتا على 2 على كل اس 2 اكبر من صفر، وبالتالي المعادله او ليس لها حل فعال. في حالة دلتا تساوي صفر نقول إن المعادلة أ تقبل حلا مزدوجا، ولكن في هاد دلتا أصغر من صفر فإن المعادلة ليس لها حل، لأن مستحيل يعني تكون دلتا أصغر من صفر وهنا تكون أكبر من صفر، مستحيل، وبالتالي المعادلة أ ليس لها حل فيها. إذا كانت دلتا تساوي صفر، وفي هذه الحالة نقول إن المعادلة أ تقبل حلا مزدوجا، إذا كانت دلتا تساوي صفر فالمعادلة أ تكتب على الشكل التالي، أ زائد ب على دوزا الكل إس اثنان تساوي صفر، وبما أن أ تخالف صفر إذا بقى لنا غير هذه إكس زائد ب على دوزا الكل إس اثنان تساوي صفر، في هذه الحالة إكس تساوي ناقص ب على دوزا. إذا كانت دلتا أكبر من صفر، نقفوا على هذه في واحد الفيديو خاص لكي نفهم جيدا، إذا كانت دلتا أكبر من صفر فإن المعادلة أ تكتب على الشكل التالي، لاحظوا جيدا، أx زائد ب الكل على دوزا الكل أس اثنان ناقص جذر مربع دلتا على دوزا الكل أس اثنان تساوي صفر، لاحظوا جيدا، أي x ناقص ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على دوزا، x ناقص 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 جذر مربع دلتا على دوزا. في الحالة وبالتالي المعادلة أ تقبل حلين مختلفين، الحل الأول هو ناقص بي ناقص جذر مربع تلتا على دوزا، والحل الثاني لاحظوا جيدا هو ناقص بي زائد جذر مربع تلتا على دوزا. إذا خاصية كتوضيح، نعتبر المعادلة نكبرها فوالا، لاحظوا نعتبر المعادلة اكس زائد بي اكس زائد سي تساوي صفر، أ تخالف صفر لأن ما يمكنش، لأن أ تخالف صفر أصبح المعادلة من الدرجة الأولى، ونقول لك من الدرجة الثانية، إذا نعتبر المعادلة ضروري أ تخالف صفر، إكس زائد اثنين زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر، إذا أ تخالف صفر وليكن دلتا مميزة،
معناه بيقارن قصر باس. إذا كانت دلتا أصغر من الصفر فإن المعادلة ليس لها حل فئر. إذا كانت دلتا تساوي الصفر فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا وهو ناقص ب على دوزة. إذا كانت دلتا أكبر من الصفر فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين هما كالتالي. إذا إكس أن تعطينا ناقص ب ناقص جذر مربع دلتا على دوزة هو إكس دو ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على دوزة. هذه مهمة جدا هذه الخاصية لحل معادلة من الدرجة الثانية. نعطيكم أمثلة للفهم سوف نقوم بشرحها في فيديو مستقل. المعادلة 3x زائد x زائد 2 تساوي الصفر ليس لها حل لأن دلتا أصغر من الصفر. هذا لاحظوا ناقص 23 إذا أصغر من الصفر، إذا بالتالي مجموع الحلول هي مجموع فارغة. المعادلة x زائد 2 ناقص 10 x زائد 25 تساوي 10. إذن دلتا بعد حساب دلتا وجدنا دلتا تساوي صفر، إذن لها حل وحيد مزدوج ناقص ب على دوزة تساوي 5، إذن بالتالي مجموع حلول هو 5. إذن كانت دلتا أكبر من صفر حسب المعادلة مثلا إكس يساوي 2 ناقص 3 إكس زائد 2 تساوي صفر، ولدينا دلتا تساوي 1، إذن دلتا أكبر من صفر فإن هذه المعادلة تقبل حلين. الحل الأول هو إكس 1 ناقص 3 ناقص 1 يعني ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على دوز. دائما اكس ان تساوي 3 ناقص 1 على 2 تساوي 1، ثم اكس 2 تساوي 3 زائد 2، 3 زائد 1 على 2 تساوي 2، ومنه اس تساوي 1 على 2. إذن إليكم الفيديو يوضح لكم هذه العملية حل معادلة من الدرجة الثانية انطلاقا من دلتا إلى آخره. سوف نقوم بفهم كيفية تحديد مجموعة حلول معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد لكي نستوعب جيدا الدرس. ننطلق من هذه المعادلة بصفة عامة نسمى المعادلة من الدرجة الثانية x زائد bx زائد c، هذه تسمى المعادلة من الدرجة الثانية المعروفة لديكم. إذا الشكل القانوني لثلاثية الحدود هو بتعويض دلتا ب بتعويض ب أوس 2 ناقص 4 أس بدلتا، وبتعويض د 4 أوس 2 ب 2 أ أو كاري 2 أ الكل أوس 2. إذن أكس زائد بيك زائد سي تساوي هذه، تساوي هذا الشكل القانوني الجديد أكس زائد بي على 2 أ الكل أوس 2 ناقص دلتا على 2 أ الكل أوس 2. إذن دلتا ما هي دلتا؟ دلتا هو ب أوس 2 ناقص 4 أس، وما هي 2 أ أو كاري؟ 4 أوس 2. إذن عوضنا. إذن لاحظوا جيدا أيها التلاميذ الأعزاء لكي تفهموا جيدا كيفية أو الطريقة السهلة لحل معادلة من الدرجة الثانية. إذن لدينا دلتا أكبر من الصفر، إذن دلتا أكبر من الصفر نحسم بها جيدا. إذن أكس زائد ب دوزا الكل إثنان ناقص جذر مربع دلتا، تبو جيدا ناقص جذر مربع دلتا على دوزا الكل إثنان. يعني في الأول لدينا دلتا على 2 أو إكس 2، ولكن درنا على الشكل التالي، هي نفسه هي دلتا على 2 أو كاري هي نفسها. إذن هذه الصيغة هذه هي الصيغة مشتقة من هذه الصيغة هذه. إذن هذا هو الشكل القانوني. إذن لاحظوا جيدا، إذن أ تساوي إكس زائد ب على دوزا الكل إس 2 ناقص جذر مربع دلتا على دوزا الكل إس 2. إذن في هذا الصميم يكون عندنا على شكل متطابقة همين من الدرجة الثالثة إكس زائد ب على دوزا الكل إس 2 ناقص جذر مربع دلتا على دوزا الكل إس 2. لاحظوا جيد، إذن هذه الصيغة هذه تسمى متطابقة هامة من الدرجة الثالثة. لماذا؟ لأن نقدر نعوضو إكس زائد ب على دوزا بأوس 2، ونعوضو ب أو كاري بجد مربع دلتا دوزا الكل أوس 2. إذن هذه تسمى متطابقة هامة من الدرجة الثالثة، كاين متطابقة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. إذن هذه تسمى الدرجة الثالثة. لاحظوا إكس زائد التعميل ديالها إكس زائد ب دوزا ناقص جذر مربع على دوزا إكس زائد ب دوزا زائد جذر مربع على دوزا. إذن هناك عاملين، عامل أول عامل ثاني. إذن هذا هو يسمى بالتعميل. ثم نوحد مقامات دوزا إكس زائد ب ناقص جذر مربع على دوزا
2 à x زائد b زائد جد مربع ديتا 2 a. ثم نفكك. لاحظوا 2 a x 2 a زائد b ناقص جد مربع 2 a. ثم 2 a x 2 a زائد b زائد جد مربع ديتا 2 a. سوف نتعرف الآن على تحديد مجموعة حلول معادلة من درجة الثانية بمجهول واحد. ننطلق من نعتبر المعادلة ننطلق من هنا. نعتبر المعادلة التالية ax زائد bx زائد c وهذه تسمى معادلة من درجة الثانية. إذن الشكل القانوني لثلية الحدود هو ax زائد bx زائد c تساوي ax زائد b على 2a الكل اس 2 ناقص دلتا على 2a الكل اس 2. نتساءل دلتا ما هي؟ هذه تتسمى مميز المعادلة من الدرجة الثانية، أي دلتا تساوي بي أوس 2 ناقص 4 سي ثم 4 أوس 2 راهي هي 2 الكل أوس 2. قمنا بتعويضها في الشكل القانوني من ثلاثة الحدود. إذا سوف ندرس بشكل كبير دلتا أكبر من الصفر. إذا كانت دلتا أكبر من الصفر، لاحظوا جيدا، إذا كانت بي أو كاري ناقص 4 سي أكبر من الصفر. إذا الشكل القانوني تيكون على الشكل التالي x زائد b على 2z الكل اس 2 ناقص جد مربع دلتا على 2z الكل اس 2 تساوي صفر. إذا الشكل القانوني تسمح على الشكل التالي x زائد b على 2z الكل اس 2 ناقص جد مربع دلتا على 2z الكل اس 2. حصلنا في الأخير على متطابقة هامة، لاحظوا جيدا، متطابقة هامة من الدرجة الثانية. إذن نقوم بنشرها لان x زائد b على 2z الكل اس 2 ناقص جد مربع دلتا على 2z الكل اس 2 هذه اسم التأمين، سوف نقوم بنشره. لان x زائد b على 2z ناقص جد مربع دلتا على 2z x زائد b على 2z زائد جد مربع دلتا على 2z. لان a اس 2 زائد b اس 2 تساوي a ناقص b في a زائد b، a ناقص b في a زائد b. اذا هذا x زائد b 2z تتعوض a، جد مربع دلتا على 2z هي a b. إذن x زائد b على 2z ناقص جد مربع دلتا على 2z، إذن x زائد b على 2z زائد جد مربع دلتا على 2z. إذن نكمل، إذن نقوم بتوحيد المقامات، لدينا 2z، توحيد المقامات 2z x زائد b ناقص جد مربع دلتا على 2z، ثم 2z x زائد b زائد جد مربع دلتا على 2z، ثم نقوم بالتفكيك، ندو x على 2z زائد b ناقص 2z. b ناقص جد مربع دلتا على 2z ثم 2x على 2z زائد b زائد جد مربع دلتا على 2z. إذا لاحظوا جيدا انتقال من هنا إلى هنا، نقوم باختزال 2z، هاد 2z هادي هاد 2a غتمشي فحالها تبقى x زائد b ناقص جد مربع دلتا على 2z ثم نعملوها تاني ب 2z غتبقى x زائد b زائد جد مربع دلتا على 2z. فهمتم جيدا إذن هنا زائد أو ب ناقص جد مربع دلتا سوف نغير إشارة، إذن تصبح إكس ناقص، لاحظوا إكس ناقص ناقص ب زائد جد مربع دلتا راهي نفسها زائد ب ناقص جد مربع دلتا، غير غيرنا الإشارة. إذن ناقص ناقص دخلنا ناقص أصبح زائد، معنى ناقص هنا أصبح ناقص بيزو. إذن إكس ناقص ناقص ب زائد جد مربع دلتا راهي إكس زائد ب ناقص جد مربع دلتا، غير غيرنا الإشارة. لا ميم شوز إيسي، x ناقص b ناقص جد مربع دلتا على 2z. إذا في الأخير حصلنا على هاد حدين، الحد الأول هو x ناقص ناقص b ناقص جد مربع دلتا على 2z تساوي صفر، ثم الحد الثاني x ناقص ناقص b زائد جد مربع دلتا على 2z. إذا x1 هو ناقص b ناقص جد مربع دلتا على 2z، ثم x2 هو ناقص b زائد جد مربع دلتا على 2z. هذه هي طريقة الحصول على الحدين x1 و x2 إذا كان دلتا أكبر من الصفر. إذن لاحظوا، وبالتالي المعادلة E تقبل حلين مختلفين، هي ناقص هذا x1 هي ناقص b ناقص جد مربع على 2 و x2 هي ناقص b زائد جد مربع تيتا على 2. x1 و x2 هما حلي المعادلة، هي حلي المعادلة E. فالحالة x1 هي ناقص b ناقص جد مربع دلتا على 2 و x2 هي ناقص b زائد جد مربع دلتا على 2. من خلال هذا الفيديو وضحت لكم
طريقة الحصول على الحدين على الحلين x1 و x2 في المعادلة من الدرجة الثانية إذا كان دلتا بيان سور أكبر من الصفر. شكرا لكم. سوف نقوم الآن بحل بعض المعادلات من الدرجة الثانية. إذن لاحظوا جيدا، لدينا 3x2 زائد x زائد 2 تساوي 0. إذن هذه معادلة من الدرجة الثانية، المطلوب هو حلها. إذن أول حاجة نفكروا فيها هي دلتا، أول حاجة نبادروا بها هي دلتا، هي حساب دلتا، هي بي أس 2 ناقص 4 أس، نشوف واش فعلا أكبر من الصفر أو أصغر من الصفر أو تساوي الصفر، نتعاملوا مع كل حالة. مثلا عندنا بي أس 2 ناقص 4 أس خرجت لينا هنا ناقص 23، إذا 1 ناقص 4 في 3 في 2 هي ناقص 23، بالتالي مجموع حلولها هي صفر، هي مجموعة فارغة، ماشي صفر، مجموعة فارغة، لأن هنا يمكن. دائما اللي كانت دلتا اكبر من صفر اللي كانت دلتا اصغر من صفر. اذا هذه القاعده هذه، اذا هاد بلاتي نشوف ذلك، اذا هاد هاد هادي هاد ناقص هاد ناقص دلتا على دوزا او كلسنا تكون اكبر من صفر، وده لا يمكن. دلتا اصلا تكون اصغر من صفر، اذا كانت دلتا اصغر من صفر زيد على ناقص تصبح زائد، في هذه الحاله يصبح هذا العدد موجب، وهنا عندنا ريزلتا سالب، اذا لا يمكن. اذا موجب على موجب هذا، اذا اكبر من صفر قطعا، اذا دلتا على دوزا او سي 2 اكبر من اكبر قطعا من صفر. اذا مستحيل تكون خرجت لينا دلتا بحال الشكل هذا ناقص 23 سالبه اللي كان عندنا دلتا اصغر من صفر، اذا مستحيله مستحيله. وبالتالي مجموعه حلولها هي المجموعه فارغه اس تساوي مجموعه فارغه. لماذا؟ راه درت لكم بالضبط مثال اللي قلت لكم ناقص دلتا على دوزا لكل اس 2 في الحالة تكون دائما اكبر من صفر، ما يمكنش تكون هنا اكبر من صفر وهنا تكون اصغر من صفر، اذا هناك سوء، هناك سوء تدبير. وهنا قلنا دلتا اصغر من صفر خرجت لي ناقص 23 في الريزلت، وهنا عندنا دلتا ناقص دلتا على دوزا لكل اس 2 اكبر من صفر. هذا يعني ماذا؟ يعني انه هناك عدم لا منطقي مستحيل، وبالتالي مجموعة حلول هي اس تساوي مجموعة فارغة. ننتقلوا دابا للمثال الثاني، لاحظوا جيدا وفهموا. اذا لدينا اكس و 2 ناقص 10 اكس زائد 25 تساوي صفر. اذا بعد اول حاجة نبادروا بها هي دلتا، حساب دلتا بي و 2 ناقص 4 و سي خرج لينا صفر. في الحالة اذا كانت دلتا تساوي صفر ستكون معادلة ستكون لها حل واحد هو هذا، إذن إكس هو ناقص بالا دوزا دايما، إذن إكس هو ناقص بالا دوزا، وكيف ما شفتو الشكل القانوني هو هذا إكس زائد بالا دوزا الكل إس 2، إذن هو الشكل القانوني. إذن هاديك ناقص دلتا على دوزا ولا جد مربع دلتا الكل إس 2، كل هادي تتساوي صفر، لأن دلتا تساوي صفر، إذن هاد الشي كامل تساوي صفر. إذن هادشي كامل تيساوي صفر، تبقى لينا غير هادي اللي نتعاملو معايا إكس زائد بي على دوزا الكل إس 2، وإذن إكس إكس شناهي هي ناقص بي على دوزا، إذن إكس إذن مستحيل تكون أ، تكون دايما أ أكبر من أ تخالف صفر دائما، إذن إكس تساوي ناقص بي على دوزا، ديرو تطبيق عددي، إكس ناقص ناقص 10 على 2 تعطيك 10 على 2 تعطيك 5، إذن 5 هو الحل الوحيد ديال المعادلة اللي كانت إس. اللي كانت دلتا تساوي الصفر. وانتبهوا هنا اللي كانت عندنا ليكزامبل الثالث، المعادلة الثالثة اللي كانت عندنا اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 2 تساوي الصفر، اذا دلتا تساوي بي كاري ناقص 4 اسي. وانتبهوا دائما اول حاجة تنفكروا فيها هي حساب دلتا بي كاري ناقص 4 اسي، عندنا دلتا تساوي تطبيق عددي 3 اس 2 ناقص 4 في 1 في 2 تعطيك 9 ناقص 8 تساوي 1، اذا 1 هذا راه اكبر من الصفر، اذا دلتا اكبر من الصفر. في الحالة كما شفنا تقبلوا حلين، إذا الحل الأول والحل الثاني، إذا هذا هو الحل الأول دائما تكون على الشكل الثاني، ناقص ب ناقص زائد مربع على دلتا، والحل الثاني هو ناقص ب زائد مربع على دلتا، إذا هذا، إذا هذا تسمى الحل الأول، إذا الحل الثاني وإذا الحل الأول، إذا الحل الأول هو هذا هي ناقص 3 ناقص 1
هي 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 هي جوج، 2 على 2 هي 1، إذن هذا هو x1، وهذا x2 هي 3 زائد 2، 3 زائد 1 على 2 هي 4 زائد 2 هي جوج، هي x2. راه في الفيديو اللي سبق من هذا راه وريتكم الطريقة ديال الإيجاد ديال x1 و x2 من خلال المتطابقة الهامة من الدرجة الثالثة. يمكن لكم ترجعوا الفيديو بعد يكم إن قبل قليل راه تلقاو هذه المسألة. إذا الحلين ديال هذه المعادلة هذه هو كالتالي 1 و2. علاش خسرينا حلين؟ لأن دلتا أكبر من الصفر. فهمتوا الطريقة دابا؟ إذا هذه هي الطريقة السهلة جدا للحصول على x1 و x2 اللي كانت دلتا أكبر، كانت دلتا أكبر من الصفر. أوريت لكم الفيديو كيفاش الطريقة. إذا فوالا، إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة فريمان تي في. جوكمينيك فريمان تي في.